أهلا بكم في عالم المعرفة بلا حدود. ستعمل مصادر على دفع عجلة التقدم في مجالات البحوث العلمية والتعلم والإبداع بشكل عام، وذلك عبر استخدام تقنيات المكتبات الرقمية الحديثة. تركز معظم مصادرنا على مواضيع وأفكار أسهمت دوماً في تقدم المعرفة البشرية عبر العصور، وتسعى مصادر إلى غرس قيمة الاحتفاء بالمعرفة التي تسهم في التقدم المستمر للبشرية على نحو مستدام. كما ستوفر مصادر مجالات أكثر ونطاقاً أوسع للبحوث، بما يؤدي إلى تحقيق التقدم العلمي والتنوع الاقتصادي وتحقيق النمو في سلطنة عمان. نعمل بالتعاون مع الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم والمؤسسات الأعضاء في شبكة عمان للبحث العلمي والتعليم، ونسعى من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية القائمة والمستقبلية إلى تعزيز قدرة مصادر وتوسيع نطاق وصولها وفعاليتها. إننا ننطلق لتقديم مساهمة ملموسة في تحقيق رؤية عمان 2040، التي يشكل فيها البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار أساس الاقتصاد الإنتاجي التنافسي القائم على المعرفة. نريد أن تكون مصادر في متناول أكبر عدد ممكن من المستخدمين في كافة أنحاء السلطنة. فرغم أنها تستهدف الفئات الأكاديمية بالدرجة الأولى، إلا أنه لا يوجد أي قيود على إمكانية الوصول إليها، فالشرط الوحيد هو العضوية في الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم www.masader.om. أهلا بكم في عالم المعرفة بلا حدود.